السلام عليكم إخواني وأخواتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا الموضوع ديال الحكومة الإيطالية والاختلاف اللي كاين ما بين رينسي والبروفيسور جوزيبي كونتي بريزيدنت ديال كونسيليو اللي كاين، وأشنا هما الاختلافات اللي دايرين بينه وبين رينسي، وأشنو باغي رينسي من هادشي كله. غادي نحطوه نطرقوا له في هذا الفيديو هذا، وغادي نوصلوا لواحد سينتزي فينالي على هادشي اللي غادي يوقع. رينسي باغي يديتي، باغي يقول الكلمه ديالو، باغي يكون في التشينترو ديال لاتنسيون ديال هاد الحكومه هادي، حيت هو اللي مؤسسها وهو اللي دار هاد لوبيراسيون دي بالاتسو كما كيسميها هو، ما جاء عن لسان رينسي، باش يبقى غادي هاد لو غوفيرنمون القدام، هاد الغوفيرن يبقى غادي افانتي. رينسي عنده واحد لا فيزيوني ديال المستقبل، عنده واحد الرؤيه بعيده على المستقبل ديال الطاليان ريفولوشناريا ديالو هو اللي باغي يطبقها، وباغي يقول لهم انا راني معاكم هنايا، حتى حنا حكاينين وحاضرين، وعنده واحد جروبو بارلمنتاري رينسياني ديولو اللي فورتي هنايا، وكيقول الكلمه ديالو وسط الحكومة الإيطالية، وكي ديسيدي بغاو يديروا واحد اللعبة ديك باش يخرجوه، صابوا ما عندهمش الأرقام نونانو إنوميري أسوفيشينسا باش يزولوا رينسي من وسط الساحة السياسية ويلوحوه في الأوبوزيسيون واللي غير في المعارضة وما يبقاش معاه من الداخل، ما عندهمش كيديروا له. من الآخر أخوتي رينسي داك المايس داك البوب كورن داك اللعيبة ديال الدرية اللي كتبقى واحلة ما كتخرج ما كتدخل ما والو كتبقى محلقمة، هذا هو رينسي. ورينسي عنده ما يقول. غنجيكم بالبرامج ديال رينسي، البرامج اللي رينسي طارحها على الحكومة، واللي بروفيسور جوزيبي كونتي البريزيدنت ديال كونسيليو رئيس الحكومة الإيطالية غادي نهار ربع مارس 4 دي مارس بريزنترا لاجندا دي غوفيرنو، غادي يقدم لاجندا ديال هاد البرامج اللي باغيين يطرقوا ليها هاد الحكومة هادي. قبل من ربع مارس خاصو يتلاقاو هو رينسي باش يتفاهموا عند شنو درنا، غنمشيو كيفاش وعلاش هذاك الشيء اللي باغي رينسي. رينسي باغي هذاك بونافيدي ما عدوش معاه، وخمسه النجوم ما عدوش معاهم رينسي، وخمسه النجوم تيفابورا هذاك ليليتوراتو ديالهم، هذوك المتتبعين ديالهم بداو كيتزولوا، يعني ما بقاش عندهم لا فورس برياجير. المهم رينسي دابا اش كيقول؟ رينسي كيقول لهم انا هذاك ريديتو دي شيتا دينانسا ما خدامش، هذاك ريديتو دي شيتا دينانسا كيتعطى ل 2 مليون و300 نسمة ديال المواطنين كياخذوا هذاك ريديتو دي شيتا دينانسا، اللي الفكره ديال خمسه النجوم جاو باش هذاك ريديتو دي شيتا دينانسا غادي يوفر فرص الشغل، قال يعني من 2 مليون و300 يلا 39 الف اللي خدمت، يعني قل من 2% معلش 1.7% ديال هذوك الناس اللي دايرين دوماندا هما اللي خدموا فعلا نيت وصلوا صابوا الخدمه، اما الاخرين ما خدموش. اذا هاد ريديتو دي شيتا دينانسا نون فونسيونا، ماشي باغي يحيدوا رينسي ديفينيتيفمون، ولكن باغي يلقى واحد الكومبروميس فين يدير دي لي موديفيكي، يدير دي لي موديفيكي يعني باغي موديفيكي هذاك، يدير واحد عدة نظار فيه. رينسي باغي كانشيلي داك ديكريتو سيكوريتا ديال سالفيني، يعني في البرنامج ديالو هو في البرنامج ديال رينسي باغي يحيد داك ديكريتو سيكوريتا، وعنده واحد البروبوست اخرى رينسي ريفولوسيوناريا هنا في ايطاليا، يعني باغي يدير ال سيندكو دي ايطاليا، باغي يدير قائد ايطاليا. بحال اللي نقولوا هادشي علاش كونتي ما عنده مع رينسي، باغي هو يزول هذيك الفكره ديال بريزيدنتي ديال الكونسيليو، ويبقاو الايطاليان كتبدل في البريزيدنتي ديال الكونسيلي، يعني ما كاينش واحد لا ماجورانسا اللي عندها فيتا 50%، دونك ما يمكنش يدير واحد الرئيس اللي بقى خمس سنين. رينسي باغي يوصل لواحد الفكره اللي المطروحه ديال رينسي هي هاد الريلانشو ديال سيندكو دي ايطاليا، قائد ايطاليا اللي غادي يولي مصوت عليه من طرف المواطنين، ولكن كاين واحد شعار ديال رينسي خطير دايرو الوسط وسط هاد الباكيه هادي، هي دوك الناس اللي هادي لا بروبوستا ديال الطرح ديال رينسي على القانون هذا، هذيك الباكيه ديال هادوك السينداشي اللي غادي يوصلوا يوصلوا لسيندكو دي ايطاليا، خاص يكون داك الكوموني دوك المواطنين في ديك البلديه داك الكوموني يكونوا فوق 15000، يعني ما يجيش سالفيني ينصب على دوك القلال ديال 2 3000 4000 5000 فين 10000 ابيتانتي، سالفيني كيمشي لي بريفيريه، يعني بحال اللي غير كانجي لي دوك لي بريفيريه من هذا الاختيار ديال هذا السندك، واش ما يوصلش هذاك اليمين المتطرف ليه، ويكون واحد السندك اللي دوره بحال لا كانشيليرا ديال ميركل ديال المانيا، وهذا الموديل هذا كانت خدمت عليه اسرائيل شحال هذه ودارت هذه التجربه هذه. المهم اسرائيل ما نجحتش، هو بغى يتيستيها في الطاليان، بغى يدير سيندكو دي ايطاليا، يعني واحد بحال نقولوا رئيس
الحكومه، ولكن هو سيندك وقائد باسم اخر اللي كيمثل طاليان. هذه فيزيوني ديال المستقبل ديال طاليان ديال رينسي، وغيقدم واحد البيانو سميتو بيانو شوك. هذا البيانو شوك كيبريفيدي من 75 مليار حتى 120 مليار اللي غادي يتحطوا باش يزبلوكيو لي كانتيري، باش يطلقوا الخدمه، يطلقوا هذوك اللي فيه الروبيه، هذوك اللي اوتوسترادي، هذه الروينه كامله باغي يحركها رينسي، وباغي في نفس الوقت يحارب ال يهبط اون بيانو بير باساري البيل اليربيف. البيل هو البريميو انترنو لوردو، هو القسط المحلي الاجمالي، باغي يهبطوا واحد الميزوراتوري هو البيل، باغي يهبطوا رينسي. يعني كيطلعوا كيهبطوا واحد الميزوراتوري اللي كيعرفوا به الايكونوميا ديال طاليان، وفين غادا واحد الميزوراتوري اللي كيعتمدوا عليه بزاف ديال الدول هو هذا البيل، وباغي يهبط اليربيف امبوستا سول ريديتو ديال لي بيرسوني فيزيكا، يعني ضريبة الدخل الشخصي. هذه هي لي بروبوست ديال رينسي، وما فهمش معاهم حتى في لاليتيس ولي جوستيسيا، وما باغيش يفهم معاهم حتى هاد لي بريسكريسيون اللي كيديروا فيهم خمسة النجوم، هو ما باغيهمش. يعني رينسي قال لهم اما تقبلونا احنا كافكار، احنا كنفكروا معاكم هنايا ك جروبو بارلامنتاري كي كونتا في هذا الجوفيرن وهذا، ولا ديروا معنا شي حل. هذا الشيء كل شيء اللي شاد رينسي مع رقلهم السير، يعني مع حل نقولوا حابس هاد الحكومه هذه. وقلت لكم كما قلت لكم الكواترو مارسو كونتي غادي بريزنتي لاجوندا ديال دي جوفيرنو البرلمان، وخاص قبل يبريزنتي خاص يفهم رينسي اشنو باغي يدير، واش معانا ولا مع غانا ولا، فهمتوني؟ يعني غادي يكون واحد لينكونترو فاتشا فاتشا رينسي او البروفيسور جوزيبي كونتي رئيس الحكومه الايطاليه، باش يحطوا ويتفاهموا على اشنو باغيين يديروا، واش حتى معانا ولا مع غانا، واش حتى حيت رينسي من هادشي كله رينسي كيورك باش ايطاليا فيفا تكبر، باغي هو ياخذ شويه ديال الاليتوراتو من تشينترو ديسترا، شويه من تشينترو سينيسترا، باغي نوتري هذاك الاليتوراتو ديالو تيوليو حتى هما عندهم. رينسي راه مفكر خطير وسياسي خطير في ايطاليا، يعني ريفولوسيوناري واعر رينسي. ما تحقروش، انا ما عمرني حقرت رينسي، لان رينسي قال لهم انا غنكون هنا على الطاوله، لكن ماشي بحال بينكو بالينو تلوحوا لنا واحد لافيتينا وتخلونا حتى حنايا عا كنشوفوا، حنا كنديسيديو، حنا كناخذوا قرارات، اهل قرارات حنا. شوفوا دابا رينسي عدوا ايطاليا فيفا ما واصلاش 5% ديال لي كونسينسي ديال الاليتوراتو ديال الانتنسيوني دي فوتو، ورينسي عارف بان الطاليان ما يمكنش تشيل الاصوات دابا، يعني في 2020 من هنا حتى ل 21 ما يمكنش يمشيو يصوتوا، لان التيمبي سباتي ما كيسمحوش باش يهبطوا ليورني ويرجعوا يصوتوا. ودابا كيفكروا راه دخلهم لواحد الازمه، ولاو كيفكروا شي طريقه باش يحيدوه ويمشيوا الامام بواحد البرنامج خارج بلا رينسي، ولكن ما يقدروش، ما عندهمش الارقام. عنده واحد الجروب بارلمنتاري ديال رينسياني ديالو فيديلي كيمشيو معاه في الخط ديالو في السياسه ديالو، عنده واحد الجروب، وعاد عنده ليوبولد اللي كيجتمعوا فيها هما وكيحطوا نقاط على الحروف اشنو غادي يديروا الى اخره. يعني رينسي عنده واحد الرول في الطاليان وخطير وسياسي اللي خطير، وما عندهم كي يديروا، خاصهم ضروري يرضيوه حتى هو. هو قال انا ما باغيش نرومبي، ما باغيش نهرس هذه الحكومه هذه، ولكن باغي نحطوا النقاط على الحروف ويقولوا لينا شنو كاين وكيفاش والى اخره، حتى حنا باغين من الحلوى، فهمت؟ يعني رينسي واقف في الساحه السياسيه، وجوكاتوري واعر واستراتيجي واعر، يعني استراتيجي خطير في هادشي ديال السياسات، وراه هو اللي ركب هذا الفيلم هذا. صوروا شنو دار، شد سالفيني في 10 ايام قلبوا على رجليه، ضربوا بنص وزاد الى الامام، وملي تكون الجوفيرنو هذه والى اخره، الغد اسس هو حزب جديد ديالو وخرج من بارتيتو ديموكراتيكو، خرج من البارتيتو ديموكراتيكو ودار ايطاليا فيفا، وغادي دابا كينوتري فيها كيزيد في لي كونسينس، يعني مورك تلفان وغادي شاد وعارف اشنو كيدير، وعارف بان خمسه النجوم ما كانش يطيحوا الحكومه لان ما عندهمش ليليتورات، وغادي يتيفابوراو في مره اللي بغاو يبقاو مسخنين بلايصهم، خاصهم يلبدوها بالمزيان. صافي خرج لهم فيس تو فيس، قلت لك عنده هذا البيانو ديال سينداكو دي ايطاليا، قائد ايطاليا باغي يبدل، باغي ريفولوسيوني حتى الطريقه ديال ديك الستركتورا ديال الجوفيرنو ديال طاليان، وعنده بيانو شوك اللي فيه من 75 حتى 120 مليار ديال اليورو اللي باغي يديرها في الانفراستركتورا، باغي يزبلوكي كانتيري، باغي يحرك
باغي هو هاد الفكره هاد وخما ديال اليسار ما ابوجينش هاد الفكره ديالو، ماشي غاديين معاه فهاد لو ستيل اللي باغي يمشي فيه، ولكن راه عنده تاثير، راه عنده الكلمه، عنده باش كيتكلم، عنده ينومري في البرلمان وعنده وشاد كل شيء، يعني كل شيء مانيبولي هو. المهم هذا هو هذه هي لا سينتيزي ديال هادشي، كلشي غادي نشوف واش غيتفاهموا في السيمانه الجايه. يعني كنظن في هذه السيمانه اللي غتجي من بعد الاثنين غيتلاقى هو كونتي وغادي نحط النقاط على الحروف واش غيتفاهموا ولا لا. انا كنقول 100% غادي يتفاهموا، غيلقى واحد الكومبروميس مع رينسي وغادي يتفاهموا معاه باش يزيدوا لقدام. رينسي راه ما كيلعبش، راه ما بغيش يطيح هذا الغوفيرنو. كاين واحد بعض ديال اليمين المتطرف ودوك المحللين ديال اليمين السياسيين كيقولوا بان كاين واحد اتفاقيه سريه ما بين رينسي وسالفيني، وهذا من الخيال. هادو سونو تيوري دي كونسبيراسيون، خيال، شي حاجه عا كيتخيلوها اللي ما غاداش تكون. رينسي شكل وسالفيني شكل. رينسي باغي ريفولوسيون، باغي يبدل اللعب، باغي يبدل المشي، باغي يبدل العيد، كيفكر بعيد. ومن اللي هو يساري، يعني يساري مودراتو، ماشي يساري يساري، ولكن خطير في الـ في الـ في الـ في الافكار ديالو. انا ماشي رينسيانو، اتنسيوني، انا ما بيدينو ما رينسيانو، ما انا ماروكينو كندوي معاكم. كنحييكم على الشجاعه ديالكم كيف ديما، شكرا على المسانده والسلام عليكم. ما تخافوش راه الحكومه ما غاداش تطيح، ما غاديش يصوتوا، ما غيحكمها سالفيني. هي 66، تهلاو ليا في راسكم.